ذات مساء من غشت من العام 98 900 وألف، ظهر على شاطئ الجديدة رجل يصطحب قردا ويقدم عروضا للمتنزهين. لم يكن فيما يقوم به تجديد ولا إبداع، ولعل كثيرين ممن رأوه تساءلوا: هل هو الحر المفرط في مراكش ما دفع هذا الرجل وقرده إلى شاطئ الجديدة؟ كذلك تساءلوا. حركاته تشبه حركات الذين هناك في جامع الفنا يستقطبون اهتمام السياح والمحليين على حد سواء، وحركات القرد هي تلك الحركات التي تأتي بها القردة التي تؤثث بعض الحلقات. حتى الرجل الذي يتجول على شاطئ الجديدة يضع في عنق قرده طوقا من جلد تتدلى منه سلسلة حديدية يمسك بها، ومع ذلك فإنه استطاع أن يجمع حوله ما يكون به حلقة. بيد يمسك السلسلة الحديدية التي تتدلى من عنق القرد، وبيده الأخرى عصا يضرب بها على الأرض ليفهم أوامره إلى القرد أو ليمنح رقصاته إيقاعا. هي بضع حركات من قرد فتح عينيه إلى حدودهما القصوى، فبدا متعجبا من هؤلاء الذين يتفرجون على حركاته البهلوانية. ثم ينزع الرجل طربوشه ويطوف على المتحلقين مستجديا بعض النقود، وقد نجح في ذلك. في الأيام التي تلت كان يحاول الاجتهاد لاستقطاب المزيد من المتحلقين، وحين ينتهي العرض، حين يكون الليل قد اقترب من ثلثه الأخير، يشاهد الرجل منصرفا وقد حمل قرده الصغير على كتفه. منذ أن وصل إلى الجديدة يقيم صاحب القرد واسمه المختار ولد الغريب لدى قريب له يعمل حارسا في معمل بالمنطقة الصناعية. كان يتقاسم مع قريبه ذاك إدريس بالغنيمي غرفة مستطيلة جعل من جزء من عمقها مطبخا، وفي مدخلها كان مرحاض صغير بالقرب من بابه وضع قفصا للقرد. كان إدريس مرتاحا لوجود ابن خاله معه، فقد كان المختار يقيه شر الذهاب إلى السوق والتبضع، كان يتولى ذلك. وكان إدريس لا يمل من تكرار لازمته تلك التي يقول فيها لضيفه: لا تتكلف، أنت ضيفي. يتولى المختار أيضا الطبخ، فقد صدق قريبه الذي امتدح مهارته في الطبخ. ولم يكن إدريس يتجر ولا يمل ولا يصيبه القنوط وهو ينتظر عودة المختار في بطن الليل. وعدا ما كان يستفيده إدريس لقاء إيوائه المختار، فإنه يجد فيه مؤنسا ورجلا له ملكة في الغناء. ذات جمعة وكان المختار يعده يوما للراحة إذ لا يشتغل سوى في ساعة متأخرة من المساء، ذبح أرنبا جاء به إلى مدخل تلك الغرفة بالقرب من القفص الذي يأوي القرد. كان القرد ينظر لما كان المختار يمرر السكين على عنق الأرنب. مر يومان، قرر المختار أن يذهب إلى الدار البيضاء لزيارة شقيق له هناك، وقد أبقى على القرد في القفص. أوصى قريبه بالاعتناء به، في النهاية كان القرد قد ألف. رأى إدريس أنه بإمكانه أن يخفف قليلا من وطأة القفص على القرد، فتح له باب القفص وربط السلسلة إلى باب الغرفة. كان طول السلسلة يبقيه بعيدا عن مكان النوم. كانت تلك ليلته الأولى مع القرد دون صاحبه. عاد المختار إلى الجديدة في اليوم التالي، كان يحمل في يده بعض المأكولات لما وقف بباب السكن. طرق الباب ولكنه لم يتلقى جوابا، مضى إلى النافذة الوحيدة، كانت مفتوحة، لاحظ أن زجاجها كان مكسورا وعلى العتبة بقع دم. أدرك أن مكروها حدث، أطل من النافذة، لم يكن مجال إبصاره يتيح له استكشاف الغرفة كاملة. نادى على إدريس، ولما لم يتلقى ردا قرر أن يتوجه إلى إدارة المعمل علّه يأتي بخبر. حكى للمسؤول عن الموظفين ما عاشه منذ أن عاد من الدار البيضاء وكيف أنه عبثا طرق الباب. بعث معه المسؤول أحد مساعديه للمعاينة، وما أن وقف على صحة ما أبلغ به المختار حتى عاد إلى رئيسه ينصحه بطلب شرطة النجدة لأنه يظن
أن مكروها قد حدث. انقضت ساعة أو ما يقرب من ذلك لما وصلت سيارة للشرطة، كان على متنها مفتشان. بعد معاينة أولية تقرر اقتحام تلك الغرفة، ولم يصمد الباب الخشبي أمام المحاولة الثانية التي قام بها أحد المفتشين. في الداخل سريعا ما اكتشف مشهد رهيب. إدريس بالغنيمي ممدد في فراشه وعلى وسادته بقعة دم كبيرة. تقدم أحد المفتشين جس نبضه، ظن أن الرجل ما زال على قيد الحياة، ولذلك طلب سيارة إسعاف. في المستشفى أكدت الفحوص الأولية أن إدريس ما زال به رمق من حياة. قدمت له الإسعافات الأولية، كان قد فقد كمية كبيرة من دمه. لاحظ المختار أن قرده قد اختفى، وقد أبلغ المحققين بأنه كان قد تركه في قفصه وأوصى إدريس بالاعتناء به. قام المختار بجولة عبر مسالك المنطقة الصناعية ووسع دائرة البحث إلى محيط المنطقة، لا أثر للقرد، وقد صار يخشى عليه الآن. ولكن انشغاله بتتبع الحالة الصحية لقريبه إدريس كان يحول دون المضي بعيدا في البحث عن القرد التائه. رفعت بصمات من النافذة المكسورة في السكن الذي يشغله إدريس، كانت كلها بصمات تعود إلى إدريس، كانت على بقايا الزجاج آثار لم تكن بصمات. وقد تنبه أحد الباحثين إلى أنها قد تعود للقرد. في مكان قريب من السكن بين أعشاب حديقة صغيرة في مدخل المعمل اكتشفت مدية بها أثر دم. في المختبر تبين أن الدم دم إدريس الذي لم يكن قد استعاد وعيه بعد. لم تكن على مقبض المدية آثار بصمات. بعد أسبوع بدأ إدريس يستعيد وعيه، ولكن حالته الصحية لم تكن تسمح بالاستماع إليها. بعد أسبوع للمرة الأولى منذ حدوث المأساة قرر المختار القيام بجولة على الشاطئ. في المساء وبينما هو بالقرب من المكان الذي تعود أن يقيم فيه حلقته لاستعراض مهارات قرده، فوجئ بالحيوان يقبل نحوه. كانت السلسلة الحديدية التي يجرها معه تحدث صلصلة خافتة. قفز القرد معانقا، احتضنه المختار بحرارة ثم تركه يصعد إلى كتفه. لم يكن يريد إقامة الحلقة، ولكن أناسا كثيرين توقفوا عنده بينما كان يعيش لحظة تلاق مع القرد بعد أن غاب عنه نحو من أسبوع. عاد متأخرا إلى السكن، في الباب وجد أحد مفتشي الشرطة، ولما رآه يحمل القرد على كتفه قال له: أخيرا عثرت عليه. نعم سيدي، ولست أدري أين كان. كان يرد وهو يهم بولوج السكن، وما أن اقترب من الباب حتى قفز القرد من على كتفه وهرب. بعد لحظات أطل عليه من سطح معمل مجاور. ماذا حدث له؟ سأل الشرطي. لست أدري، كنت أريد أن أدخله قفصة، وكما شاهدت فإنه هرب. كان القرد يطل بحذر من سطح معمل قريب. تقدم المختار إلى أسفل المعمل وهو ينادي القرد ويدعوه إليه. كان القرد ينظر إليه ولا يبدي اهتماما بما يقوله الرجل. لحق مفتش الشرطة بالمختار. منذ متى وهذا القرد يرافقك؟ منذ ما يقرب من 6 أشهر. إذن إنكما لا تعرفان بعضكما جيدا. لا يا سيدي، فقد أقمت معه 10 حلقات في الجديدة وقبلها في مكناس. هل اشتريته؟ لا، عثرت عليه في نواحي مراكش. أم سرقته من جامع الفنا؟ قال مفتش الشرطة قبل أن يضيف: هل تعلم أن هذا القرد هو الذي ذبح ابن خالك؟ نظر المختار إلى الشرطي مشدوها. نعم، أكد المفتش، الآثار التي وجدناها على قبضة المدية هي آثار يدي القرد. في الغد كان إدريس قد تحسنت حالته الصحية، صار ممكن للآن الاستماع إليه، وقد أكد أن القرد هو الذي هاجمه ليلا. علم المحققون أنه ليلتها قرر أن يبقيه خارج القفص مربوطا بسلسلته إلى باب الغرفة. استغرق البحث عن القرد 2 يوم. في النهاية أمسك به رجال الوقاية المدنية.
علم المحققون من إدريس أنه فهم متأخرا أن القرد إنما قلد صاحبه المختار لما رآه يذبح الأرنب.